حبايب قلبي طلاب بريب 3، اهلا بكم ان شاء الله باذن الله مع بعض يا حبايبي. هناخد مع بعض النهارده ليسن 3، واللي هو باذن الله ان شاء الله هيبقى تافه جدا بالنسبه لكل الناس باذن الله. ما تنساش ان كل الناس اللي لسه ما خدتش الكتاب بتاعنا الخاص بمستر محمد سعيد، هتلاقوا فيه لينك اول كومنت على الفيديو ده، هتلاقي فيه لينك هتدخل تسجل بياناتك فيه، الرقم بتاعك، عشان نقدر نتواصل معاك واتساب ونقدر نوصل لك الكتاب. فاكتب البيانات كلها كاملة وهتلاقي حد من الدعم عندنا بيتواصل معاك يقول لك يا باشا اتفضل الكتاب اهو، لان الكتاب بيبقى بص كل الشرح اللي احنا بنشرحه ده كله هتلاقي اصلا موجود في الكتاب بتاعنا، وبنسخة عظيمة جدا ان شاء الله هيبقى حاجة محترمة هتشوفها من مستر محمد سعيد ودروس ماس. وان شاء الله باذن الله حبايبي نكسر الدنيا مع بعض. بص يا حبايبي، احنا ليسن 3 هنا عندنا حبايبي كل الموضوع ان احنا هنتعامل مع solving equations، ولكن واحدة منها من الفيرست ديجري وواحدة منها من السكند ديجري. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني بص، انا عايز اكد لك ان الموضوع هنا هيبقى مشابه بنسبة كبيرة من ليسن 1. فهو هنا بيقول لي ايه يا حبايبي، تعالوا كده مع بعض نشوف. بيقول يا مستر انا عايز السولوشن سيت بتاع التو ايكويشنز اللي قدامي ده كده. فانا يا حبيبي بمنتهى البساطه باجي عند الفيرست ايكويشن وبحاول ان انا اخلي اكس لوحدها في طرف او واي لوحدها في طرف، اما الايكويشن اللي من السكند ديجري دي ما فيهاش لعب، مالكش دعوه بيها اصلا. وبالمناسبه الليسن من الاول للاخر، من البدايه للنهايه، كله سبستيتيوشن، يعني مفيش اوميتنج هنا خالص. طيب بص بقى يا حبيب قلبي، اول حاجة انا هخلي اكس لوحدها في طرف يا مستر عن طريق انه هنا اكس ايكوالز ال1 بلس واي، ده الشكل اللي انا المفروض هشتغل عليه. فانا هاجي هنا يا بابا عند السكند ايكويشن، كل اللي انا هعمله مش هعمل اي حاجة خالص غير ان انا هشيل قيمة الاكس اللي موجودة معاك هنا، هشيلها وعوض مكانها بالاكسبريشن ده. ايه ده؟ هو الدرس كله كده يا مستر؟ اه والله، حاجة في منتهى الهبل خالص. الاكس دي يا مستر اتشالت وهيتعوض مكانها بالقيمة بتاعتها اللي هي اسمها 1 بلس واي، وكانت دي باور 2، يبقى البراكت ده كله باور 2 بلس الواي باور 2 بتاعتك هي يا باشا، الكلام ده هنا في الاخر خالص ايكوال 13. طيب البراكت باور 2 يا حبايبي، افكر الناس لان في ناس كتير جدا مش فاكرة اصلا بيتفك ازاي. ده كان بيتفك يا حبيب قلبي فيرست باي فيرست، كنا بنقول له فيرست تيرم مالتبلاي فيرست تيرم، وبعد كده كنا بنقول له فيرست مالتبلاي السكند مالتبلاي 2، وبعد كده كنا بنقول له سكند مالتبلاي السكند. انا بس بفكرك عشان في ناس كتير مش فاكره. فيا حبيبي لما انا اجي اقول له فيرست باي فيرست يعني 1 باي 1، يبقى الاجابه ب 1. طيب فيرست باي سكند باي 2، يبقى الاجابه هنا مستر بلس 2 واي، ثم سكند باي سكند اللي هو يبقى واي باور 2. وعندك يا حبيب قلبي الواي باور 2 قدامك اهي، الكلام ده هنا في الاخر خالص يا مستر ايكوال 13. طيب لما اجي اجمع الحاجتين دول يا حبيبي واي باور 2 بلس واي باور 2، يبقى انت معاك هنا 2 واي باور 2. طيب وادي يا مستر البلس 2 واي بتاعتي، وال1 بتاعتك يا مستر هتنزل بمنتهى البساطه، الكلام ده هنا في الاخر ايكوال 13. طيب يا مستر سهله قوي، هدخل دي هنا جوه عشان يبقى نظام ايكويشن انا خدتها قبل كده، 2y باور 2 بلس ال2y، ودي لما تخش جوه يبقى انت معاك هنا بلس 1 ماينس 13، الكلام ده هنا ايكوال 0. طيب لما اجي اجمع يبقى 2y باور 2 وهنا 2y، ولما اجي اجمع دول يا مستر يبقى ماينس 12، الكلام ده هنا في الاخر ايكوال 0. طبعا الايكويشن دي كلها يا حبيبي ممكن نعملها ديفايدد 2، وكده كده على فكره دي انا هعملها بالكالكوليتر دلوقتي، فيدينا y باور 2 بلس الواي ونيجاتيف 12 ديفايدد باي 2 هيدينا هنا نيجاتيف 6. طيب طبعا احنا دي المفروض كنا بنحلها بمخنا، ولكن احنا هنحلها باستخدام الكالكوليتر. اولا عشان بس يبقى كل واحد عارف النوع بتاع الكالكوليتر بتاعته حبايبي، احنا المفروض معانا fx 570 او fx 991 اي اس، اللي هو معظم الطلبه معاهم النوعين دول. احنا حضرتك هتضغط لي مود 53، مود 53، الناس هتضغط لي كده عشان هنشوف هيحصل ايه دلوقتي. طب الناس اللي معاها اف اكس 500 او اف اكس 95 هتضغط لي مود 33.
طب الناس اللي معاها FX991ARX هتضغط لي مود 9 وبعد كده 1 بعد كده 2 هتضغط الوضع اللي قدامنا ده كده. ليه بقى؟ هقول لك تعالى. عشان انا دلوقتي همسك الكالكوليتر وهنكتب الكوفيشنز زي ما احنا قلنا، احنا هنقول له مود 5 3 زي ما احنا قلنا بنظام الكالكوليتر. ضغطنا مود 5 3 فوصلنا للصورة دي. هنكتب الكوفيشنز يا حبايبي اللي هي انا 1 equal 1 equal -6 equal، لازم يديك سطر واحد بالشكل ده. يبقى الكوفيشنز 1 equal، نقلنا على اللي بعده هنا برضو 1، يبقى 1 equals ثم اخر حاجة الابسليت ترم اللي هي المفروض -6، يبقى مستر -6 equals اول قيمة طلعت بتو وتاني قيمة طلعت -3. بس خلي بالك انت هنا بتتعامل مع الواي يعني على جنب كده، ودي انا يعني لازم تبقى انت واخد بالك منها ان هي اصلا ويا اما واي يا اما واي equals. هنا على فكرة احنا نسينا بالكالكوليتر اصلا انا عملت ايه، بس ما علينا. يعني واي باور 2 كانت واي واي دي نيجاتيف، تبقى واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف. هنا دي كده 3 وهنا دي كده مستر ب 2. فعامة الكالكوليتر حبيبي قال لك يا اما واي ايكوال 2 او يا اما واي ايكوال نيجاتيف 3. فاللي انا عايز اقوله بقى حبايبي ان التو براكتس بيكونوا على اساس ان انت بتحل السؤال ده بمخك في الامتحان مش بالكالكوليتر. فانا كل الموضوع الرقم ده بيخش جوه بعكس الساين فيصبح هنا واي ماينس 2، والرقم ده يخش جوه بعكس الساين فيصبح هنا واي بلس ال 3. بس دول التو براكتس بتوعي اللي من خلالهم برضو هعرف اطلع ان دول القيمتين بتوع الواي. خلي بالك بقى يا بابا ان انت عندك قيمتين للواي، هقول دي كده واي 1 وهقول دي كده واي 2. فانا كل الموضوع عايز هنا اكس 1 واكس 2، يعني زي ما كان عندي قيمتين للواي لازم يبقى عندي قيمتين للاكس. فانا يا حبيبي لما اجي اعوض عن قيمه اكس 1 لما اختار قيمه واي 1 ب 2 يبقى هعوض عن الواي ب 2، يبقى هنا يا حبيبي 1 بلس 2 فالاكس 1 هنا طلعت ب 3، وهجيب اكس 2 لما اعوض عن واي 2 بنيجاتيف 3. يبقى انت معاك هنا 1 بلس نيجاتيف 3 فيديني هنا نيجاتيف 2. في الاخر بقى خالص لما نيجي نشتغل هنا بقى حبيب قلبي هنقول له ايه؟ هنقول له انه السولوشن سيت بتاعنا هو عباره عن اوردر دبير. الاوردر الاولاني قيمه اكس 1 بتاعتك كانت ب 3 لما واي 1 كانت ب 2، يبقى اول حاجه معاك 3 اند 2، لان في اتفاق اي اوردر دبير بتكتبه لازم قيمه الاكس اللي تتكتب الاول بعد كده قيمه الواي. تاني اوردر معاك يا حبيب قلبي المفروض ان قيمه اكس 2 هنا بنيجاتيف 2 لما الواي 2 بنيجاتيف 3. يبقى معنى كده يا حبيبي المفروض ان انت معاك نيجاتيف 2 ده خاصه بالاكس ونيجاتيف 3 ده كانت خاصه بالواي. بس كده. طب جه واحد عكس لي الاثنين دول قال لي انا ممكن اكتب نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 الاول بعد كده 3 و 2، هقول له برده صح ما عنديش فيه مشكله خالص. طيب الجزء اللي بعد كده حبايبي برضو نفس القصة، هنا عايزين نبدأ نشتغل substitution. تعالوا كده مع بعض نشوف هنعمل ايه دلوقتي يا مستر. هنا برضو هنخلي x لوحدها في طرف او y لوحدها في طرف، يعني انا هودي دي هنا وهودي دي هنا. يبقى انت معاك هنا يا حبيبي ان قيمة x هي عبارة عن ايه بقى؟ دي لما راحت هناك بقى انت معاك هنا y، ودي لما راحت هناك بقت معاك هنا plus 2. يبقى ممكن هنا نخلي x لوحدها في طرف. على فكرة ممكن واحد طالب يقول لي ايه، طب انا يا مستر نيجاتيف واي دي ممكن نوديها الناحيه الثانيه، يبقى انت معاك واي ايكوال الاكس ماينس 2. هقول لك برده صح، لان كده كده انا بخلي يا اما اكس لوحدها ويا اما واي لوحدها. هنا يا مستر كل الموضوع ان انا هشيل قيمه الاكس دي واعوض مكانها بالاكسبريشن بتاعي. يعني انا كان معايا براكت اول باور 2، الاكس يا باشا قدامك اهي اللي هي واي بلس 2 اول باور 2، وهنا يا مستر معايا ماينس الواي باور 2، الكلام ده هنا يا مستر في الاخر ايكوال 0. ونفس الفكرة يا حبيبي ان انت معاك هنا first by first، first by second by 2، ثم second by second. يعني لما اقول له هنا first by first هيدينا y power 2، ثم first by second by 2 هيدينا هنا plus 4y، ثم second by second اللي هو 2 by 2 هيدينا 4، وادي يا مستر الماينس y power 2، الكلام ده هنا equal 0. هلاقي بقى يا حبيبي ان نيجاتيف واي باور 2 مع بوزيتيف واي باور 2 راحوا مع بعض، فيبقى لي هنا 4y بلس ال 4 يا حبيبي، الكلام ده هنا ايكوال 0. ايه ده؟
ده هنا يا مستر اصبح سؤال زي بتاع بريب 1. ما هو عادي، ما هو مش كل مره يبقى فيه فاكتورايزيشن ونعمله. الفاكتورايزيشن اللي بنعمله ده لما يكون فيه باور 2 ثم باور 1 ثم ابسوليوت تيرم، لكن هنا ما فيش غير كده. دي ايكويشن طبيعيه خالص بقى بتاعت اولى اعدادي. يبقى هنا مستر 4y equals دي هتروح الناحيه الثانيه تبقى نيجاتيف 4، يبقى قيمه y هنا يا حبيبي هي عباره عن نيجاتيف 4 اوفر ال1. ايه ده يا مستر؟ ده قيمه y هنا طلعت قيمه واحده. طب وايه المشكله؟ هو كل مره لازم يطلع له قيمتين؟ عادي ممكن تطلع قيمه واحده، ايه المشكله يعني؟ يبقى هنا يا مستر y equal نيجاتيف 1. بس انا هاجي اعوض هنا يا باشا خلاص، يبقى قيمه x هنا هتبقى عباره ان ال y دي هشيلها واحط مكانها نيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف 1 بلس 2، يبقى قيمه ال x في الاخر خالص طلعت 1. في الاخر بقى خالص يا حبيبي السولوشن سيت هو عباره عن اوردر دبير واحد بس. اوردر دبير القيمه الاولى للاكس كانت ب1 لما الواي كانت بنيجاتيف 1. بس كده انا مستر حليت السؤال بمنتهى البساطه. ساعات بيديني سؤال يا حبيبي فيه تكايه صغننه خالص ومش صعب عليا خالص ان انا اعملها. بص يا حبيبي هعمل ايه؟ كل الموضوع ان هو بس يا مستر مديني هنا حاجه بتقول لي اكس واي اوفر ال6، الكلام ده هنا ايكوال 1. بص يا حبيبي ده اصلا معناه اوفر 1، يعني الرقم اللي مالوش دينومينيتور ده هو اساسا معناه اوفر 1. ده اولا. ثانيا انا واخد قاعده بتقول ان البرودكت اوف اكستريمز ايكوال برودكت اوف مينز، فانا لما اجي اعمل كروس ملتيبليكيشن فالمفروض 1 ملتبلاي اكس واي بيدينا هنا اكس واي ايكوالز 1 باي 6، يبقى الاجابه هنا بتاعتي ب 6. واحد يقول يا مستر ايه ده؟ يعني انت عندك اكس واي ايكوال 6 وعندك اكس بلس واي ايكوال 5؟ اقول له اه. يقول لي يا مستر طب فين بقى السكند ديجري؟ فين بقى السكند ديجري يا مستر؟ حبيبي الاكس واي دي اساسا دي سكند ديجري. ايه ده بجد؟ اه والله بجد، عشان دي مفروض باور 1 ودي مفروض باور 1، فهو اصلا اكس واي هي اصلا من السكند ديجري، فانت بتعمل الباور بلس فهي اصلا بصفه عامه يبقى من السكند ديجري، وبالتالي سيب لي دي كده زي ما هي اللي من السكند ديجري على جنب وتعالى لي هنا. المفروض ده مستر هنا بقى دلوقتي سهل جدا ان انا اخلي برضو نفس الموضوع اكس لوحدها في طرف، هقول له هنا اكس. واحد ممكن يقول يا مستر هو كل مره يبقى اكس ايكوال؟ مفيش مره خالص تبقى واي ايكوال. يا عم ما تزعلش، هودي الاكس هي للناحيه الثانيه. ولا تزعل يا باشا، احنا يهمنا راحتك. يبقى هنا واي ايكوالز الفايف والاكس راحت الناحيه الثانيه بقت بالماينس 5. يبقى ده مستر الايكويشن اللي احنا المفروض هنشتغل عليها دلوقتي حالا. اقول له يا باشا طب تعالى انت دلوقتي معاك معلومه بتقول ان الاكس واي ايكوالز 6، فكل اللي انا هعمله ان انا هشيل الواي، الواي دي تحديدا انا هشيلها واعوض مكانها يا حبيبي بالاكسبريشن اللي قدامك ده. يعني معنى كده ان قيمه الاكس بتاعتك هتنزل والواي بتاعتي يا مستر اللي هي عباره عن الشكل ده 5 ماينس الاكس، الكلام ده يا مستر ايكوال ال 6. يعني انا كل الموضوع الواي نزل تحتها التعويضه بتاعتها، ما عملتش اي حاجه غير كده. ثم هقول ده باي الاول وباي الثاني طبعا عشان افك اكس باي 5، يبقى انا مستر معايا 5 اكس، ثم اكس باي نيجاتيف اكس يبقى نيجاتيف اكس سكوير، الكلام ده هنا يا مستر ايكوال 6. بص بقى يا حبيبي اللي عايز يدخل ال 6 جوه يبقى نيجاتيف اكس سكوير بلس 5 اكس ماينس 6 ماشي، وكده كده انت هتعملها بالكالكوليتر. اللي عايز يطلع لي دي هنا كده بره ودي هنا كده بره بحيث ان الجنب الشمال ده هيفضل خالص فيبقى زيرو، والنيجاتيف اكس باور 2 لما تخش جوه بقت بالاكس باور 2، وال5 اكس هي اصلا بالبلس لما دخلت جوه بقت بالماينس 5 اكس، وال6 دي هي اصلا محطوطه ناحيه اليمين بلس 6، الكلام ده هنا في الاخر ايكوال زيرو. مستر انا مفروض من غير اي وجع دماغ همسك الكالكوليتر عشان اعرف القيمتين بتوعي كام، فالمفروض هنا يا حبيبي برضو نفس الصوره اللي احنا قلنا بنوصل لها بنكتب الكوفيشنز بتاعتنا. يبقى انا يا مستر هقول له 1 ايكوالز ثم الكوفيشنت اللي بعد كده اللي هو نيجاتيف 5 ايكوالز ثم الكوفيشنت اللي بعد كده اللي هو يا مستر ب 6 ايكوالز ايكوالز، اول قيمه ب 3 وتاني قيمه ب 2. ركز لي بقى كده، اول قيمه ب 3 وتاني قيمه ب 2، دول انا بكون من خلالهم البراكتس يا حبيبي، لاني خلي بالك انت بتضحك عليه اصلا في الامتحان، انت بتقول ان انا بشتغل بمخي، لكن 90% من طلبه بريب 3 في مصر 90% من طلبه بريب 3 في مصر
مش فاكرين اصلا بريبتو كانت بتقول ايه. فانا مش هقعد اشرح لك بقى ده بيقول ايه وده بيقول ايه، انت فاكر او مش فاكر، اللي هو ايه فيلم حزلقوم. والله يا ابني انت بتعرف تسوق العربيه؟ والله يا مستر يعني ما اعرفش، يمكن تعالى جرب يمكن اعرف يمكن اطلع اعرف بسوق. فهي نفس الموضوع نفس الموضوع هنا بالظبط. فيلم حزلقوم كان في حاجه او كان في موقف اللي هو فيلم لا تراجع ولا استسلام يعني. فسراج بيه بيقول له ايه يا ابني انت بتعرف تسوق العربيه؟ والله يعني مش متاكد. يعني ايه مش متاكد؟ يا بتعرف تسوق يا ما بتعرفش تسوق. هنا برضو هنا انا مش هقعد اجرب اشرح لك ليه، لان يا بتعرف تحلها يا ما بتعرفش تحلها. انا بتعامل معاك انك ما بتعرفش تحلها باستخدام مخك، فانا بعمل بالكالكوليتر يا اما اكس ايكوال 3 او يا اما اكس ايكوال 2. فالمفروض دي لو دخلت جوه يبقى انت معاك هنا اكس ماينس 3، ودي لما دخلت جوه يبقى انت هنا اكس ماينس 2. بص هو مش دول الاهم، دول الاهم دول اللي بشتغل عليهم يعني. محدش بص بقى يا لهوي على الغباء. بص واحد بقى واحد ذكي قوي، او بلاش نقول كلمه وحشه يعني نخليه ذكي، واحد ذكي قوي يجي يقول لي مستر يعني اللي هيطلع لي بالكالكوليتر هروح مغير الساين بتاعته. اللي بيطلع لك بالكالكوليتر ده اللي انت بتتعامل معاه في الحل، لكن انا بروح مدخل دي جوه بعكس الساين وبدخل دي جوه بعكس الساين عشان اكتب البراكتس على اساس يعني كده وكده، يعني على اساس ان انا حليت بمخي. لكن دول الاجابات يا بابا اللي انا بتعامل معاهم، يعني الكالكوليتر هما دول اجاباتي. وبالتالي اهو يا بابا، يبقى دي منها ان الاكس ايكوال 3 ودي منها ان الاكس بتاعتك ايكوال 2. خلي بالك ما دام في قيمتين يبقى انت معاك هنا قيمه اكس 1 ودي يا مستر قيمه اكس 2. تعالى بقى يا باشا كده، هنا يا مستر انا عايز قيمه واي 1، يبقى بعوضها عن قيمه اكس 1، يبقى 5 ماينس اكس 1 اللي هي المفروض كانت ب 3، يبقى واي 1 هنا طلعت ب 2. حلو، طب واي 2 يا مستر بعوض وين اكس 2 ايكوالز 2، يبقى 5 ماينس 2 اللي هي ايكوال 3. في الاخر بقى خالص يا باشا لما انا اجي اكتب السولوشن سيت بتاعك اهو يا مستر، بص السولوشن سيت هنا ايكوالز، انا معايا اوردر دبير وكمان اوردر دبير. الاكس 1 كانت ب 3 لما الواي 1 كانت ب 2، يبقى اول اوردر 3 اند 2. الاكس 2 كانت ب 2 لما الواي 2 كانت ب 3، يبقى 2 و 3 بالشكل اللي قدامنا ده كده حبايبي. اتفقنا؟ طيب تعالوا ناخد مع بعض كمان اكزامبل. خلاص احنا دلوقتي الفكره كلها يعتبر اتفهمت وفهمنا اللعبه فيها ماشيه ازاي. خلاص دلوقتي يا بابا بص بيقول لك ايه، دي برضو يا مستر ايكويجن من الفيرست ديجري، فانا يبقى انا هودي دي هناك، يبقى انت معاك هنا يا حبيبي y equals ال 3 plus x اهو يا مستر. طيب وبعدين يا حبيبي انا مش هعمل اي حاجه غير ان انا همسك الايكويجن الثانيه دي كده اللي هي كانت اسمها x باور 2 plus ال x y، الكلام ده هنا equal 5، وكل الموضوع ان انا هشيل ال y دي كده واعوض مكانها بالاكسبريشن ده. يعني الواي دي يا مستر هي اللي هتتشال، اكس باور 2 هتنزل، الاكس بتاعتك هتنزل، الواي يا حبيبي دي كده قدامك اهو اللي هي ب 3 بلس الاكس، الكلام ده هنا في الاخر ايكوال 5. حلو قوي، ده باي الاول وده باي الثاني. يعني يا مستر معايا هنا اكس باور 2 اكس باي 3، يبقى انا معايا هنا 3 اكس ثم اكس باي اكس يبقى بلس اكس باور 2، الكلام ده هنا ايكوال 5. طب يا مستر ما هو انا هجمع الاثنين دول هيبقوا 2x باور 2 ماشي بلس ال 3x بتاعتك، وال 5 دي اصلا هتخش لي جوه بالماينس 5، الكلام ده هنا ايكوال 0. طبعا الايكويشن اللي قدامك دي كلها المفروض ان انا مش هنفع ان انا هعمل ديفايدد رقم معين، فدي طبعا لازم نشتغل بيها باستخدام الكالكوليتر. همسك الكالكوليتر بتاعتي حبيبي وهنكتب الكوفيشنز بتاعتنا. طبعا الكوفيشنت بتاعتي يبقى انا هقول له هنا 2 ايكوالز، هنخش على الرقم اللي جنب الاكس اللي هو 3 يبقى 3 ايكوالز، نخش على الابسوليوت تيرم اللي هو المفروض نيجاتيف 5 ايكوالز. اول قيمه حبايبي بعد ما اشتغلنا قيمه الاكس كانت ب 1 وقيمه الاكس بنيجاتيف 5 اوفر ال 2. بص يا حبيبي
بيقول لي هنا يا اما قيمه الاكس بتاعتك هتطلع لك بون او يا اما بنيجاتيف 5 اوفر ال 2. بص بقى يا حبيبي، المفروض هنا انه البراكت الاولاني دي هتخش جوه بعكس الساين، يبقى انت معاك اكس ماينس 1. بص بقى، في اتفاق صغنن جدا بيقول لك ان الدينومينيتور ده بيروح لازق جنب الاكس. يعني يا مستر بص، ال2 دي هتلزق جنب الاكس، يبقى انت معاك هنا مستر 2x، والنيجاتيف 5 هتخش جوه بعكس الساين يبقى بلس 5. فمنها برضو نفس الموضوع يا حبيبي، يا اما هنا اكس ايكوال 1 او يا اما اكس هنا لما جينا حسبناها هنا طلعت بنيجاتيف 5 اوفر ال2. فخلي بالك دي اسمها اكس 1 ودي اسمها اكس 2. فانا هنا بقى يا مستر لما نيجي نشتغل مع بعض، انا هنا عايز واي 1. y1 دي بنحسبها يبقى 3 بلس لما ال x1 كانت ب1، يبقى ال y1 هنا يا مستر طلعت ب4. اما ال y2 هتبقى ب3 بلس ال x2 اللي هي كانت طلعت بنيجاتيف 5 اوفر ال2، اللي هي يا مستر في الاخر ال y2 هنا طلعت بحاجه اسمها نيجاتيف، او مش نيجاتيف، هتطلع بهاف. في النهايه بقى خالص يا مستر، الموضوع هنا معايا هيبقى بمنتهى البساطه، هو هيبقى عبارة عن ان السولوشن سيت بتاعتي هو عبارة عن ذا سيت اوف ذا اوردر دي بير، الاكس 1 بتاعتي كانت ب1 لما الواي 1 كانت ب4، والاكس 2 بتاعتي كانت بنيجاتيف 5 اوفر ال2 لما الاكس 2 او الاكس 2 كانت بكذا لما الواي 2 كانت بهاف. يبقى ده مستر الاوردر بتاعي بمنتهى البساطة بالنسبة لهذا السؤال. الجزء اللي بعد كده برضه يا حبايبي يعتبر جزء بسيط جدا، تعالوا مع بعض نشوف بيتكلم على ايه. هودي دي برضه يا مستر هناك، يبقى انا هنا معايا y equals ال3 minus او ال3 بقى plus x لما دي راحت هناك بعكس الساين. حلو قوي، يبقى انا دلوقتي هشيل ال y وهقعد مكانها بالمقدار ده، يبقى انت معاك x square minus ال2x plus ال3 multiply قيمه y اللي هي عباره عن ال3 plus x، الكلام ده هنا في الاخر equal 15. طيب يبقى انا مستر معايا x باور 2 ماينس ال 2x، طبعا ده باي الاول وباي الثاني 3 باي 3، يبقى الاجابه بتاعتك ب 9 ثم 3 باي x، يبقى مستر الاجابه بتاعتي ب 3x، هذا الكلام ايكوال 15. نفس القصه بتاع السؤال اللي فات بالظبط، يبقى انا معايا هنا مستر x باور 2 ماينس ال 2x. بص بقى، بس دول كده اسمهم لايك تيرمز، يعني الحاجتين دول اسمهم لايك تيرمز يا شباب. نيجاتيف 2x بلس 3x هيديني اكس واحده بس بالبوزيتيف، ماشي، وال9 بتاعتك بس ال15 دي هتخش جوه تبقى ماينس 15، الكلام ده هنا ايكوال 0. طيب لما جيت جمعت يبقى اكس باور 2 بلس الاكس، ودي يا مستر لما اجي اشتغل عليها هيبقى ماينس ال6، الكلام ده هنا ايكوال 0. طبعا دي انا كده كده هتعملها انت بالكالكوليتر نفس الفكره، هيدينا هنا x بلس ال3 ثم هنا x ماينس ال2، يبقى انا معايا قيمتين يا اما x هنا بنيجاتيف 3 او يا اما x هنا يا مستر ب2، يبقى ده مستر x1 ودي x2. هنا يا مستر y1 هتبقى عباره عن 3 بلس x1 اللي هي بنيجاتيف 3، فالمفروض ال y1 هنا هتطلع لك بزيرو عادي المشكله. طب وبالنسبه لل y2، y2 هتبقى ب3 بقى بلس الاكس 2 اللي طلعت لك اللي هي كانت ب2، فهيطلع لك هنا ب5. فبالتالي بقى يا حبيبي ان السولوشن سيت هنا هو عباره عن ذا سيت اوف ذا اوردر دي بير، قيمه x1 كانت بنيجاتيف 3 لما ال y1 هنا طلعت ب0. الاوردر الثاني بقى x2 هنا يا مستر كانت ب2 لما ال y2 طلعت هنا يا مستر ب5. ده يا مستر سؤال بدون اي مشكله. الجزء اللي بعد كده بقى يا حبايبي بيقول لك هنا ايه؟ نفس الفكره برضو يا حبيب قلبي. لو انا وديت دي هناك يا مستر الناحيه الثانيه، يبقى انا معايا ان الاكس هنا ايكوالز ال2 بلس الواي. خلاص بقى يا عم، ده انا زهقت من ام اللعبه دي. انا معايا يا عم هروح شايل الاكس واقعد وكانها. الاكس هنا بحاجه اسمها 2 بلس الواي، وفي هنا اصلا ماينس 2، الكلام ده كله اول باور 2، ومعاك يا باشا واي باور 2، الكلام ده هنا ايكوال 32. طيب هلاقي دي اصلا راحت مع دي، هيبقى لك واي اللي هي واي باور 2، يبقى واي باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 32، يبقى انت عندك 2 واي باور 2 ب 32، يبقى انت عندك واي باور 2 ب 32 ديفايدد باي 2، يبقى الواي باور 2 عباره يا باشا عن 16، وقلنا ان الباور 2 بيروح بالروت، يبقى روت 16 اللي هو يا حبيبي لازم تبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 4. يعني انت عندك ان الواي 1 ب 4 وعندك ان الواي 2 بنيجاتيف 4. تعالى بقى هنا،
الاكس 1 هتتجاب لما الواي 1 كانت ب 4 يبقى 2 بلس 4 يبقى الاجابه بتاعتك ب 6. الاكس 2 هتبقى عباره عن 2 بلس الواي 2 اللي هي كانت بنيجاتيف 4 فيطلع لك هنا نيجاتيف 2. السولوشن سيت بقى يا باشا هو عباره عن the set of the ordered pair x1 كانت ب 6 لما الواي 1 كانت ب 4. هنا x2 كانت بنيجاتيف 2 لما الواي 2 كانت بنيجاتيف 4. يبقى ده مستر ساعتها الريزلت بتاعي بمنتهى البساطه. بيبي احنا يعتبر غطينا الافكار كلها بتاع الدرس، وزي ما انتم شايفين كده الموضوع في منتهى التفاهه. ساعات بقى ممكن يديني سؤال ستوري ويقول لي ترجم السؤال ده وبعد كده ابدا احل ازاي؟ زي السؤال البسيط قوي كده. بص بيقول لك ايه؟ The sum of real positive numbers is 17 and their product is 72. Find the two numbers. بص يا حبيبي، التو نمبرز دول انا ما اعرفهمش، فانا طبعا هسميهم مثلا اكس وواي. اوكي؟ يبقى البلس بتاعهم هنا يا مستر ب 17. حلو. And their product اللي هو يبقى اكس تايم واي اللي اسمها اكس واي يا باشا ب 72. بس خلاص كده. يبقى انت هنا يا باشا ممكن نخلي واي لوحدها في طرف او اكس لوحدها في طرف، اي حاجه. يبقى انا مستر هنا اكس ايكوالز ال 17 بتاعتك، ودي هتيجي هنا تبقى ماينس واي. يبقى ده مستر قيمه الاكس بتاعتك بمنتهى البساطه. هتيجي هنا تعوض عن قيمه اكس يا عم. قيمه اكس هنا اللي هي مين؟ ال 17 يا مستر ماينس الواي، وادي يا عم الحاج الواي بتاعتك وادي 72. بس كده. الواي باي 17 ب 17 واي، ثم واي باي نيجاتيف واي يبقى نيجاتيف واي سكوير. الكلام ده هنا ايكوال 72. بالمره ودي لي دي هنا، هو ودي لي دي هنا. يبقى انت هنا اصبح الجنب ده هيفضل هيبقى زيرو. نيجاتيف واي باور 2 لما جت هنا بقت واي باور 2، ودي كده بقت نيجاتيف 17 واي. اوكي؟ والبلس 72 ده يا مستر زي ما هو. طبعا الكلام ده كله مضطر ان انا لازم اعمله باستخدام الكالكوليتر. طبعا هنكتب الكوفيشنز، ادي 1 ايكوالز هنا يا مستر نيجاتيف 17 ايكوالز، ثم اخر حاجه الابسوليت ترم اللي هي 72 ايكوالز ايكوالز. اول قيمه ب 9 وتاني قيمه ب 8. يعني قال لي هنا يا مستر ان الواي 1 ب 9 والواي 2 كانت ب 8. منها طبعا ان اول براكت معاك ده هيخش جوه يبقى واي ماينس 9، وده برضه هيخش جوه يبقى واي ماينس ال 8. يبقى انا هنا حبيبي معايا قيمتين للواي، معايا واي 1 ممكن تدينا 9 ومعايا واي 2 ممكن تدينا 8. هنعوض بقى عادي خالص يا حبيبي، انه هنا دلوقتي قيمه الاكس 1 بتاعتك المفروض هيبقى 17 ماينس 9، فالاجابه هنا بتاعتك هتدينا 8 دي الاكس 1. طب الاكس 2 هيبقى عباره انه انا هعوض عن قيمه الواي 2 هي اللي بقيت، يبقى 17 ماينس ال 8، فالاجابه هنا هتدينا 9. بص بقى ما حدش شاطر يجي يقول لي هنا ايه؟ ذا سولوشن سيت ايكوالز. غلط. ليه؟ لان انا بقول لك انه تو ريال بوزيتيف نمبرز، انا عايز الرقمين نفسهم بكام مش السولوشن سيت ولا بكام. فساعتها يا مستر هنقول له كده خلاص التو نمبرز بتوي هما بمنتهى البساطه واحد ب 9 واحد ب 8، او واحد ب 8 واحد ب 9. بس خلاص. كده حبايبي احنا يعتبر غطينا كل حاجه في الدرس. هيكون بقى في اسئله هوم ورك طبعا دي موجوده على المنصه بتاعتنا زي ما كلنا عارفين، وان شاء الله ما ننساش ان كل الناس تسجل في الفورم اللي هيتساب على اول كومنت عشان خاطر ان هو يجي لك الكتاب ان شاء الله، وتتابع معانا الشرح اول باول. اتمنى لكم التوفيق باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.